زاوية حرجة. أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من زاوية حرجة، حيث نسلط فيها الضوء على آخر تداعيات أجواء الحرب على الحدود بين إيران وكردستان العراق بعد عملية قصف نفذتها إيران ضد جماعة كردية مناهضة لها، ودفعت الحرس الثوري الإيراني بتعزيزات عسكرية نحو حدود الإقليم، وهددت باجتياح عسكري شامل، فيما زالت الحكومة المركزية في بغداد تلتزم الصمت. وفي محورنا الثاني نتناول معارك في حلب الجنوبي وما أصاب حزب الله من خسائر كبيرة دعته إلى الاعتراف بها وعدم مشاركة قوة النظام بالمعركة المزمعة التي يروج لها النظام. وفي محورنا الثالث نتناول أسباب سقوط طائرات النظام، فهل سقطت أم أسقطت، وهل الثوار باتوا يمتلكون الأسلحة القادرة على تهديد قوة النظام الضاربة، وهل ستتغير المعركة سلبا أم إيجابا. أهلا بكم. إذن مستمعينا، أبدأ بالملف الأول. ينضم إلينا الأستاذ غسان جواد المحلل السياسي وجيان عمر المتحدث باسم تيار المستقبل، مرحبا بكما كل عام وأنتما بخير. أستاذ جيان، أبدأ معك، ما هي احتمالات التصعيد التي لمستها بعد التهديد الإيراني باقتحام إقليم كردستان العراق؟ كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. في الحقيقة أن هذه التهديدات ليست وليدة اللحظة، ونحن أيضا كمراقبين للوضع في إقليم كردستان العراق كنا نحذر على الدوام من أن هكذا تصعيد من قبل الحكومة الإيرانية وارد، كون إقليم كردستان العراق ليس موحد. إقليم كردستان العراق مقسم ما بين أربيل والسليمانية، والسليمانية تقع تحت سيطرة قوات الحزب الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، وهؤلاء معروفون بقربهم وتنسيقهم مع إيران، وخصوصا بعد مرض جلال الطالباني واستيلاء مجموعة من قيادات هذا الحزب كملا باختيار وزوجته هيروخان وشخصيات أخرى على هذا الحزب، بدأوا بشكل علني يعادون إقليم كردستان العراق وأيضا يتلقون حتى السلاح. اليوم كثير من مناطق إقليم كردستان العراق يتواجد فيها الحرس الثوري، وبشكل علني هناك منصات للصواريخ أيضا تم تنصيبها هناك. نحن الآن أمام موقف، هناك المجتمع الدولي حقيقة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ 5 سنوات منذ اندلاع الثورة السورية يساهم في دفع الوضع في المنطقة برمتها إلى صراع سني شيعي. وباعتبار أن إقليم كردستان العراق الذي يترأسه الرئيس مسعود البرزاني مقرب من تركيا ومن السعودية من المفكر السني، فإن التضييق الخناق عليه مستمر منذ 4 سنوات، والآن أصبح بشكل علني خصوصا بعد معاداة حكومة بغداد المركزية المعروفة بموالاتها لإيران حقيقة. طيب سوف أتحدث جيان عن هذا الموضوع بالذات، لكن دعني أنتقل إلى الأستاذ غسان جواد. أستاذ غسان، لماذا تصعد إيران في هذا التوقيت لدرجة التهديد باقتحام الإقليم، وهذه سابقة لم نسمعها من قادة الحرس الثوري الإيراني؟ يعني لا أعرف إذا كان هنالك تصريح رسمي إيراني بهذا الخصوص. نعم. ولكن إيران حسب ما نعلم منزعجة من نزعات الانفصالية لدى يعني الإقليم في كردستان، وهي تنظر إليه كجزء من التفتيت الذي تريده الولايات المتحدة وإسرائيل للعراق. نعم. أستاذ غسان، فقدنا يبدو الاتصال. أستاذ جيان. نعم معك. نعم أستاذ جيان، يعني حضرتك أشرت إلى الحكومة المركزية في العراق، هي الآن في موقف لا تحسد عليه، كيف يمكن توقع موقفها في حال حدوث أي تصعيد؟ يعني بداية أولو بتعليق صغير على ضيفك الآخر الأستاذ غسان، يعني المشهد ليس بهذه البساطة أو السطحية يمكن مشاهدته. هناك انقسامات كما أشرت إليها في بداية ضمن إقليم كردستان العراق. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة تعارض تقسيم العراق
تعارض حكومة أن تكون هناك حكومتان ودولتان، كون هذا سوف يكون في المستقبل يتسبب لها بالكثير من المصاعب والمتاعب، لأنها سوف تتحاور مع حكومتين بدل حكومة واحدة. وحاليا الحكومة في بغداد حقيقة لا تخدم الشعب العراقي. نحن رأينا منذ سقوط صدام حسين وحتى يومنا هذا الأوضاع في العراق تتردى. حكومة بغداد تعامل العرب السنة معاملة سيئة، تزج بهم في السجون، والآن منذ سنوات تعادي إقليم كردستان العراق علاقتها غير جيدة مع إقليم كردستان العراق. هي حقيقة بغداد أصبحت الآن مركزا للشر في الشرق الأوسط، تدار من قبل إيران وهي حديقة خلفية لإيران، يتم عبرها الضغط على السوريين، عن طريقها يتم الضغط على إقليم كردستان العراق، حتى على تركيا يتم من قبل حكومة العراق المركزية. ونحن تفائلنا بعد إزاحة المالكي وقدوم العبادي، ولكن في الحقيقة أظهرت السياسة العراقية منذ استلام العبادي للحكومة حتى الآن أن الأيادي الإيرانية هي التي تتحكم في حكومة بغداد وهي التي توجهها حسب مصالحها. لكن جان، هل يعقل هذا الموقف؟ يعني العراقي، يعني هذه تبقى أرض عراقية ويبقى هذا يعني تدخل سافر في الشؤون العراقية، تدخل إيراني. حقيقة حكومة بغداد تتمنى الدخول الإيراني إلى واجتياح إقليم كردستان، تتمنى هذا، نعم، وهناك الكثير من المؤشرات والدلائل حتى على ذلك، كون حكومة إقليم كردستان العراق بقيادة الرئيس مسعود البرزاني تمنع حكومة بغداد من الدخول إلى إقليم كردستان العراق، تمنعهم من ملاحقة القيادات السنية التي تلجأ إلى إقليم كردستان العراق. نحن نعلم أن الكثير من القيادات العشائرية السنية موجودة الآن في أربيل وتمارس نشاطاتها من هناك، ولذلك تعتبر يعني إقليم كردستان العراق يعتبر خارج سيطرة حكومة بغداد الإيرانية، وبالتالي هي عجزت منذ أكثر من عام تحاول الضغط على إقليم كردستان العراق عبر العقوبات الاقتصادية، عبر منع دفع المستحقات الإقليم، ومع ذلك لم يرضخ الإقليم، ولذلك الآن تحاول بشكل مباشر الضغط عليها. والنقطة الثانية في هذا المحور هو أن بدأت المعارك من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني إيران، وهم قوات البيشمركة الذين يحاربون في كردستان إيران، وكبدوا الحرس الثوري والجيش الإيراني، هناك خسائر فادحة، وطالبت إيران إقليم كردستان العراق بإعطاء الأوامر لتوقف مقاتلي البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عن تلك المعارك، ولكن إقليم كردستان العراق أوضح بشكل واضح وصريح أن هذه القوات هي قوات كردية إيرانية تدافع، هي التي تتخذ قرارات الحرب والسلم وليس إقليم كردستان العراق. والنقطة الثالثة والأهم هي أن بين جميع هذه المحاور هناك أيضا حزب العمال الكردستاني الذي يتم إدارته من قبل إيران، من قبل قيادات إيرانية، وهو نشط في كردستان العراق وفي سوريا أيضا، وهذه العوامل مجتمعة تظهر بأن حجرة العثرة أمام المخطط الإيراني في المنطقة هو مشروع الرئيس الكردستاني مسعود البرزاني حقيقة. ولذلك هذه الضغوطات هي لإزاحته من أجل إكمال المشروع في سوريا والعراق أيضا. لكن جيان، هناك حضور اقتصادي إيراني في كردستان، هناك مصالح مشتركة، كيف تفسر شدة النبرة والذهاب بعيدا بالوعيد والتهديد؟ يعني في السياسة نحن نعلم أن السياسة مرتبطة بالاقتصاد والعكس صحيح أيضا، حتى أن إيران وتركيا متواجدان في معسكرين متناقضين تماما، ومع ذلك تصل حجم التداولات الاقتصادية بين البلدين إلى أكثر من 40 مليار. روسيا وتركيا أيضا حجم يعني حقيقة أيضا بالمناسبة التقارب الروسي التركي السبب الأساسي فيه هو الاقتصاد، لأن البلدين عانى منه، ولذلك العلاقات الاقتصادية تبقى مستمرة. الآن في بريطانيا التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي، النقطة الأهم من النقاشات والتداولات هو التبادلات التجارية، والاتحاد الأوروبي سوف يقبل على مضض بقبول استمرارها كي لا يتضرر هو أيضا. وبالتالي البلدين إقليم كردستان العراق وإيران بحاجة، يعني قطع العلاقات التجارية سوف يضر البلدين، ونحن نعلم أن إيران الآن تروج لحكومتها بعد رفع العقوبات عليها، ولا تستطيع أن تقوم
يعني طيب استاذ جيان، عقوبات جديدة على اقتصادها. نعم، قبل ان اطوي هذا الملف وانتقل الى الاستاذ غسان جواد للحديث طبعا عما يدور في ريف حلب الجنوبي، هناك سؤال مهم جدا ويعني يطرح كثيرا الان، انه لماذا تعترف ايران بخسائرها لدرجة انها لا تفعل ذلك حين يتعلق الامر بالمناطق المضطربة؟ تعترف بخسائرها في ايران تقصد؟ في نعم في ايران، يعني اعتراف الحكومة الإيرانية بخسائرها في إيران باعتبار أنها تحارب على أراضيها وتريد أن تظهر للشعب الإيراني، تريد أن تحصل على دعم من الشعب الإيراني للحكومة الملالي في طهران، في حين أن معاركها خارج الأراضي الإيرانية في حلب على سبيل المثال أو في دمشق وغيرها هي معارك غير شرعية، ولا تريد أن تصرح بها لكي لا تصبح في المستقبل ورقة يمكن محاسبة إيران. يعني هكذا قضايا لن تموت ولن تتقادم عليها، يعني لن تصبح ساقطة مع مرور الزمن، يمكن للسوريين في المستقبل محاسبة الحكومة الإيرانية والمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي سببوها في سوريا بسبب الميليشيات الإيرانية، في حين أنها تعتبر حسب القانون الدولي هذه المعارك مع مع بيشمرجة على أراضيها معارك شرعية بالنسبة لها. شكرا جزيلا لك جيان عمر المتحدث باسم تيار المستقبل في سوريا. إذا حدثنا وتحدثنا معك حول ملفنا الأول والذي خصصناه للحرب على الحدود بين إيران وكردستان العراق. أنتقل الآن إلى الأستاذ غسان جواد المحلل السياسي من لبنان للحديث عن معارك ريف حلب الجنوبي. أستاذ غسان مرحبا بك من جديد. الله يعافيك أستاذ غسان. بداية، كيف يفهم ما الأنباء التي يعني تواردت أنه ميليشيا حزب الله اللبناني لن تقاتل في ريف حلب الجنوبي وأبلغت النظام بذلك بهذا القرار؟ يعني لا أتوقع أن هنالك هكذا قرار، خصوصا وأن السيد حسن نصر الله في الخطاب الأخير الذي ألقاه بمناسبة يوم القدس العالمي تحدث عن حلب وعن أهمية معركة حلب بالنسبة لكل محور المقاومة. نعم. وحزب الله هو جزء من محور المقاومة الذي يقاتل في سوريا. وعندما يتخذ المحور مجتمعا قرار طرد الجماعات المسلحة من حلب، يكون حزب الله جزء من هذه المعركة. طيب، ما نقله المراسل لوكالة الأنباء الإيطالية حول يعني حول انسحاب حزب الله من هذه المعركة، وبأنها معركة لن تؤتي ثمارها، لن تجدي نفعا بالنسبة للحزب، لأن معركة حلب تحتاج إلى عدد كبير من الرجال على حد تعبيرهم أو قولهم، أو حتى يعني ما نقل، هكذا ما نقل، تحتاج إلى أكثر من 100,000 مقاتل. إذا أردت يعني رأيي، حزب الله لوحده والجيش السوري لا يستطيعان بدون غطاء جوي روسي حقيقي. نعم. وبدون مساعدة إيرانية نوعية. ولذلك هذا القرار برأيي هو عند الروس والإيرانيين بشكل أساسي. وطبعا الجيش السوري وحزب الله لديهم وجهة نظر في سياق المعركة الكبرى والاستراتيجية بضرورة أخذ حلب وحتى الإيرانيين، ولكن الالتزامات الروسية في التفاهم الروسي الأمريكي الذي جرى مطلع العام حول الحل السياسي في سوريا رسم خطوط حمراء لا يمكن للأطراف تجاوزها. وأنا أعتقد يعني بأنه هذه الخطوط منذ أن رسمت جرت الموافقة على منطقة تقسيم سوريا. نعم. طيب، هل تقدم جيش الفتح ويعني يعني السيطرة على كثير من المناطق الآن في ريف حلب الجنوبي هو أيضا يقع ضمن هذا الإطار أو هذا التفاهم الأمريكي الروسي؟ يعني جيش الفتح يتقدم في أماكن ويخسر أماكن بالمقابل، ولكنه لا يكسر التوازن القائم في المعركة. نعم. وإذا أردت إيران أن تكمل في هذه المعركة فعليها أن ترسل 50,000 حرس ثوري إيراني
عدا عن ذلك هذه المعركة ستصبح استنزافا للجميع. ويعني بهذا المعنى أصبحت المسألة التفاهم الروسي الأمريكي، وهنا أنا ما كنت أقوله يعني قبل قليل، أن المسار السياسي أصبح إثباتا لعدم القدرة على الحل، وبالتالي البحث عن صياغ أخرى، والصياغ الأخرى المتوفرة هي التقسيم. وعندما رسمت خطوط حمراء أمام الجيش السوري والمقاومة يعني الاعتراف بالأمر الواقع وتحويل الأمر الواقع تدريجيا إلى معطى شرعي. ويعني بهذا السياق أيضا نجد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا تنشئ إقليما للأكراد عمليا تنتج إلى القامشلي مرورا بالحسكة، والمدعومة أيضا روسيا، والمدعومة روسيا نعم. وأما بالموضوع الكردي، وكنت أسمع ضيفك بالعلاقة مع إيران، لست مطلعا على التفاصيل، ولكن ما أعرفه بأن الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة على وحدة العراق وعلى وحدة سوريا. عدا عن ذلك أنا كما أنني منحاز لكل قضايا الشعوب في العالم، فإن الشعب الكردي من حقه تقرير مصيره، ومن حقه أن يكون جزءا طبيعيا من هذه المنطقة وهو مكون طبيعي. وبالتالي نعم. وبالتالي يحق له إعلان أي منطقة يعني يسيطر عليها ضمن حدود الفيدرالية التي أعلن عنها في وقت سابق. يعني هذا أمر يتفق عليه العراقيون في النهاية، إذا قرر العراقيون تقسيم هذا خيارهم ويتحملون مسؤوليتهم. تقصد السوريين؟ سيدي التقسيم برأيي بدأ في العراق، نعم، والصيغة سوف تنسحب على كل المنطقة. لا تنسى أن الكونغرس الأمريكي عام 2015 صوت على اعتبار العراق ثلاثة فيدراليات، في الوسط السورية وفي الشمال كردية وفي الجنوب والجزء من الوسط أيضا شيعية. طيب يعني استاذ غسان، طيب حتى فقط طيب حتى انا فقط لا ابتعد كثيرا عن الموضوع الان بما يخص ريف حلب الجنوبي تحديدا، كما قلت حضرتك انه حسن نصر الله اعلن انه معركه حلب هي مهمه جدا وبانها يعني من اهم المعارك الان في التي تجري في سوريا، لكن بعد اربعه ايام أعلن عن عدم قدرة حزب الله على استكمال هذه المعركة، معركة السيطرة على حلب. السؤال أنه لماذا يغيب الطيران الروسي يعني عن أجواء المعركة وتبقى المعارك مشتعلة ويبقى الحزب كما قلت حضرتك أنه الحزب لن يتوقف عن القتال في حلب، الطيران الروسي أيضا لن يساند الحزب في معاركه بحلب، كيف تفهم هذه المعادلة؟ يعني الروس يعتبرون بأنهم يحتاجون لبعض الوقت لتأمين الظروف السياسية لمعركة حلب، وحزب الله والجيش العربي السوري في هذه الأثناء يقومون بعمليات موضوعية لإكمال الطوق حول حلب وتحديدا في الريف الشمالي. نعم. ويعني صار أصبحت المسألة في سوريا تحديدا في هذا المحور، كلما ازداد الضغط على المجموعات الإرهابية في الريف الشمالي يقوم جيش الفتح بمحاولة الضغط من الريف الجنوبي. ولكن أحيانا الروس يقومون بطلعات موضعية سريعة لمنع كسر التوازن. حزب الله والجيش السوري يستطيعون الدخول ولكن يحتاجون إلى غطاء جوي فعال، خصوصا في ظل نوعية الأسلحة الجديدة التي استعملتها، التي حصلت عليها المعارضة السورية من تركيا والسعودية والولايات المتحدة. طيب دعني أن أنتقل إلى سيادة العميد عبد الهادي ساري. سيادة العميد مرحبا بك في زاوية حرجة. بداية، كيف تقرأ تطورات المعارك في ريف حلب الجنوبي؟ مساء الخير دكتور. في الحقيقة يعني معارك حلب كما قيل وصرح عنها بأنها
معركة فاصلة في الوضع السوري، واعتبرت إيران حربها، وعلى لسان يعني أعلم السعودية بأن معركة حلب هي معركة إيرانية بحتة، ومن يقاتل في حلب هم ليسوا السوريون وليس الجيش السوري كما يزعم ضيفنا، هي معركة إيران ومعركة حزب الله، معركة إيران ومعركة حزب الله ومعركة الفصائل الطائفية التي قدمت من أنحاء العالم لتقاتل الشعب السوري في حلب. طبعا الهدف هو تطويق حلب، الهدف قطع كل الإمدادات عن حلب، الهدف الوصول إلى طريق الكاستيلو وقطع لقطع الإمدادات عن الثوار والمقاتلين في حلب، الهدف أيضا الوصول إلى أو فتح الطريق بالكامل إلى نبل والزهراء. طبعا هي من ناحية دينية نبل والزهراء هي تدين للنظام الإيراني قبل أن تدين للنظام السوري، يعني هم يأتمرون بأوامر إيرانية، يعتقدون بمعتقدات إيرانية، حتى سياسيا هم يتبعون لإيران قبل بدء الثورة السورية. يعني هذا هاي كنا نشوفه ونلاحظها يعني وإحنا موجودين في سوريا. أما كمعركة عسكرية، حزب الله سقط في الريف الجنوبي لحلب، إيران واللواء 63 دمر وسقط أيضا في ريف حلب الجنوبي، جيش الفتح الآن على مقربة جدا من الحاضر، هذا والحاضر كما علمنا منذ أسبوع بأن المعدات الثقيلة ووسائط القتال الثقيلة قد سحبت من الحاضر خوفا من تقدم الثوار والدخول إلى الحاضر ومنع الثوار بالحصول عليها. الجيش السوري ومن يساند الجيش طبعا قليل جدا من الجيش السوري الذي يقاتل في ريف حلب، لكن كل الذين يقاتلون في حلب هم يتوعدون أو يوعدون من جيش الفتح الذي هو يعني النقطة البيضاء والمضيئة في الثورة السورية، والتي يقاتل عبر تنظيم عسكري يعني واضح. نعم، هذا سيادة العميد ما أكده يعني الدكتور عبد الله المحاسني القاضي في جيش الفتح عندما تحدث صراحة وقال بأنهم لم يشاهدوا أي عناصر لقوات النظام تقاتل في ريف حلب الجنوبي، وإنما يعني كل العناصر التي تقاتل هناك هي ميليشيات إيرانية أفغانية جلبت لقتال الثوار هناك في ريف حلب الجنوبي. حتى الذين سقطوا في حلب من القوى القادمة أو العابرة للحدود هي جلها وأغلبها من هذه المجموعات الإرهابية القادمة لتقاتل الشعب السوري وتقتل الشعب السوري. حتى الأسرى الذين تم أسرهم هم من خارج حدود سوريا، وبالتالي يعني من يزعم أن سوريا فيها إرهابيين وقدموا من أفغانستان ومن تركستان ومن مشيشان وما هذا يعني خبط من الخيال. يعني الشعب السوري هو الثار، والشعب إذا كان هناك القليل جدا 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 ولا يتعد 3% أو 4% من القادمين من الخارج، بينما جيش النظام يحوي أكثر من 70% قادموه من خارج حدود سوريا، أكثر من 70%. الجيش السوري تكلمنا كثيرا بأن نسبة جاهزية الجيش السوري حاليا والذين يوالون النظام لا تتعدى 18%. 18% هذا يعني أن الجيش خارج عن الجاهزية العلم العسكري. أما من يقود ومن يدعم ومن يقاتل نيابة عن جيش السوري هو تلك الميليشيات الطائفية قدمت من الخارج، والتي وأيضا إيران بكتلتها العسكرية من خلال اللواء 63 من خلال الحرس الثوري الإيراني الذي قدم لقاتل الشعب السوري، روسيا التي قدمت بأسطولها الجوي والتي قصفت كل أنواع الذخائر الجوية من الفوسفور إلى القنبلة العادية، قصفت في حلب الشمالي والجنوبي، كل هذا دعم لهذه الميليشيات، وهذا الحشد الموجود الآن هو عبارة عن حشد طائفي يراد منه قتل أبناء السنة. أنا لا أحب كلمة السنة والشيعة، لكن أجبرت أنا أتكلم بهذه الطريقة. هم أرادوا قتل أبناء السنة ومن يقاتلهم أبناء السنة لصناعة الحرية في سوريا. لماذا أتوا من إيران ولماذا أتوا من أفغانستان ولماذا أتوا من العراق لقاتل الشعب السوري؟ وصلت هو الهدف من ذلك؟ وصلت الفكرة تماما سيادة العميد. أستاذ غسان أعطيك حق الرد. ألو أستاذ غسان أعطيك حق الرد في كل ما تفضل به ضيفي.
يعني نحن مختلفون على توصيف ما يجري في سوريا منذ البداية. ومنذ البداية كان هنالك تدخلات عربية سعودية قطرية تركية، وكان هنالك دخول لمجموعات مسطحة من كل العالم، والتقارير الأمم المتحدة تتحدث عن 70,000 وعن 100,000 أجنبي موجودون، لنقل 50,000 يا سيدي. يتحدث عن الأجانب، وقائد ما يسمى جيش الفتح هو سعودي الجنسية، وهنالك كتيبة الأوزبكية والكتيبة الشيشانية وغيرها. طيب أستاذ غسان، أستاذ غسان، حضرتك يعني تتحدث عن الفصائل التي تقاتل إلى جانب المعارضة، هل تستطيع حضرتك أنه تذكر الفصائل الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام، هذه التي جاءت من كل حدب وصوب واتجهت إلى سوريا، بتقدر تحكي عنها؟ كل من يأتي إلى سوريا عبر الدولة السورية هو بنظر موجود بشكل شرعي، بشكل شرعي، يعني من يأتي بناء لطلب الحكومة السورية وبناء لموافقتها. وبناء على شو هي صارت حكومة شرعية؟ من الذي أعطاها الشرعية يا سيدي؟ من الذي أعطاها الشرعية؟ الأمم المتحدة. يعني هل يعقل أنت الآن صحفي العب دورك صحفي؟ طيب هل يعقل؟ طيب يعني أنا أدير حوار هنا أستاذ غسان، ولا تملي علي ما أقول، يعني هنا سؤال أنه كمان ما مش لازم يتحول المقدم لوجه صاحب وجهة نظر. لا لا لا، أنا أطرح أطرح علماني. أطرح وجهة نظر يا سيدي، أطرح وجهة نظر هكذا هكذا. مو وجهة نظري أنا، أطرح وجهة نظر الشارع، هكذا يقول الشارع، الشارع السوري هيك بيقول، أنا أنقل وجهة النظر هذه، أنا لا أطرح وجهة نظري الشخصية على الهواء مباشرة. على العموم، على العموم أستاذ غسان، هل يعقل بأنه هذا الشخص الذي يأتي من أفغانستان ويأتي من إيران ويأتي من موزمبيق، هذا اللي يقتل الشعب السوري، هل هذا هو شرعي بوجهة نظرك؟ من هو الذي يقتل الشعب السوري؟ المجموعات الإرهابية المسلحة هي التي تقتل الشعب السوري، هي التي تقصف على دمشق، تقصف على حلب، ولكن للأسف يعني هنالك مكنة إعلامية ضخمة وأنتم جزء منها. نعم. قلبت الصورة منذ العام 2011 وحولت حربا تقودها السعودية وتركيا والولايات المتحدة على سوريا، حولتها إلى ثورة. أنا لا أنسي أن هنالك مطالب كانت ولا تزال للشعب السوري ولشرائح سورية. ضيفك يقول بأن الجيش السوري ليس فيه سوريين، 80% من الجيش السوري هم من أهل السنة. نعم. السنة انتصروا في سوريا. طيب. وليس أنا بدي أسألك، أنا بدي أسألك يا أستاذ غسان، ولن نقبل بهذا الطائفي. طيب. ولن نقبل بأن ندافع عن إيران فقط لأن إيران سورية. وقبل قليل عندما كنا نتحدث عن الأكراد لما تبنى الموقف الإيراني. أنا عربي لدي نظر فيما يخص سوريا، وأعتبر أن ما يجري على بلادنا على منطقتنا هو حرب شعواء لتقاسمها واعتبارها كعكة. نعم. طيب سيادة العميد، أنا فقط في دقيقة سأعطيك حق الرد ثم أنتقل إلى الملف الثالث. سيدي الكريم، هناك كتيبة من أو كتائب، مجموعة من الكتائب التي قدمت إلى سوريا، هي يقولون أنها بحق شرعي من النظام. 113 دولة بالعالم يعني قالت بأن النظام السوري بات غير شرعيا في سوريا، فكيف يعترف البعض بأن حكومة بشار الأسد ومن يلف هذا حوله أنها شرعية؟ نظام بشار الأسد أصبح فاقد الشرعية منذ عام 2012 عندما بدأت طائرات النظام وصواريخ النظام والكيماوي النظام بدأ يقصف في كل مناطق سوريا ويدمر سوريا. نعم. إذن هو فاقد للشرعية، وبالتالي من يقول أن تلك الميليشيات الطائفية التي قدمت إلى سوريا هي بطلب من الشرعية السورية، هذا ضرب من الخيال، وهذا أصلا يعني ما حد يصدقه، يعني بسوريا غير مصدق. وأنا ضابط سوري وانشقيت في عام 2012، بنهاية عام 2012، وكنت أرى
أرى يعني من يتكلم أو الأخ المتكلم عن الوضع السوري، أنا كنت أعيش هذا الوضع وكنت أرى بعيني. أنا لما انشق من فراغ، لما أهرب من أو أخرج من سوريا من فراغ، لأني شفت وشاهدت في يوم عيني أن القتل أصبح يعني أصلا يطلبون الهوية ومن ثم يقتلون. هذا شفته يعني رأيته بيوم عيني. كتيبة الكورية الموجودة في دمشق، الكتيبة الكورية الموجودة في دمشق والمخصصة لحماية بشار الأسد أتت وتقتل أيضا، تقتل الكتيبة الكتيبة. هناك العديد من دول العالم دخلت إلى سوريا من أجل قتل الشعب السوري لطلب الشرعية السورية كما يتكلم الأخ ضيفة. طيب. طيب دعني سيادة العميد اسمح لي فقط سؤال في سوريا. سؤال أرى أخير. شرعية القتال وأرى مؤامرة دولية حيكت ضد الشعب السوري وقادها نظام بشار الأسد. سيادة العميد فقط سؤال أخير للأستاذ غسان جواد وأنهي هذا الملف. أستاذ غسان، حضرتك بتعترف بالحكومة الشرعية في اليمن أم لا؟ أستاذ غسان؟ أيوة. حضرتك تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن أم لا؟ الحكومة الشرعية في اليمن؟ نعم، هل تعترف بها حضرتك؟ هذا أمر موضوع خلاف بين اليمنيين، وخرجت ثورة يمنية وجاءت السعودية وقامت بحرب ومن الذي طلب من السعودية تدخل؟ الحكومة الشرعية؟ يعني في مكان ما هذا صحيح. ولكن نحن أيضا مختلفون على هذا الجانب، وكل حالة مختلفة. أنتم هل تناصرون ثورة الشعب البحريني؟ يا سيدي هذا موضوع، هذا مش نقاشي الآن، هذا مش موضوع نقاشي الآن. لا هذا مش موضوع نقاشي. لا أنا حضرتك عم تحكي عن الحكومة، عن الحكومات الشرعية. بما أنه حضرتك تصنف بشار الأسد، حكومة بشار الأسد، على أنها حكومة شرعية، وبأن كل مقاتل طلب النظام وموجود في سوريا إذن هو مقاتل شرعي، وحضرتك لكنكم لا تعترفون يعني الحكومة الشرعية في اليمن وما طلبته من تدخل لإنقاذ اليمن من الحوثيين ومن المخلوع على عبد الله صالح. صديقي، منذ العام من شباط 2014 أصبح عبد ربه هادي منصور رئيسا سابقا، وهو الآن مغتصب للسلطة بالقوة وبفعل القوة السعودية يعني. وبشار الأسد يعني الشعب هو اللي بده إياه، ما هيك؟ بشار الأسد حتى الآن يمثل مصالح سوريين من مختلف الشرائح من وجهة نظري. يعني الحلبيين كأهل حلب لم يخرجوا على النظام، الأريافية التي خرجت، الساحل، الحماة نفسها، دمشق لم يخرجوا ضد النظام، المدن الحواضر في سوريا. طيب. خرجت الأرياف في بعضها، البعض منها فقر، البعض منها تحريض طائفي، البعض منها مطالب، البعض منها رغبة بالتغيير، ولكن بالمقابل على العموم هو الشرائح لم تخرج عن الدولة. على العموم هو يعني بشار الأسد اعترف في خطابه أنه خلال 6 أشهر بقيت الثورة السلمية ولم يعني يتم إطلاق أي رصاص. وانا ما هلا انا بالنسبه لهذا الموضوع عندي وجهه نظر. لا انت بتصدق هل تصدق بشار الاسد؟ بتصدق بشار الاسد ولا لا؟ اها تمام، معناها بشار الاسد هو من اعترف انه 6 أشهر بقيت الثوره السلميه. عم تعاملني كانه عم تحقق معي، رح لا 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 انا فقط انا عم بسألك ليس تحقيق، هذا مجرد سؤال. اكيد نحن نصدق الرئيس بشار الاسد، وكان هنالك في بعض المناطق خروج سلمي، هذا صحيح، ولكن ايضا في بعض المظاهرات خرجت من المظاهرات خرج مسلحين واطلقوا النار على الدولة وعلى المسلحين. طيب. ونضال جنود دخلت 21 آذار لقتل وقطع هذا، شو هو هذا؟ لماذا قتل؟ من قتله؟ وغيره. طيب. على العموم شكرا جزيلا لك. أنا ال حمزة الخطيب من قتله وشوه جسده فقط. أنا انتهى
الملف. شكرا جزيلا لكما سيادة العميد عبد الهادي ساري طبعا والأستاذ غسان جواد المحلل السياسي. أنتقل الآن إلى المحور الثالث حيث نتناول فيه أسباب سقوط طائرات النظام في ريف دمشق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي هنا الأستاذ هشام خريسات المحلل والخبير العسكري. أستاذ هشام مرحبا بك. أهلا وسهلا. هذا سؤال يعني أنه طائرات النظام هل أسقطت أم سقطت؟ كما تفضلت بالسؤال يعني كانت بعض وسائل الإعلام تقول أن هنالك خلل فني بالطائرات، والحقيقة ليس خلل فني. الذي حدث هو أن جيش الإسلام وخاصة من المنطقة الجنوبية، أنت تعلم له بعض الفصائل في المنطقة الجنوبية وبعض الفصائل له في المنطقة الشمالية. الفصائل بالمنطقة الجنوبية استطاعت الحصول على كمية من صواريخ الإقلاء، نعم، ولكن كان ينقصها، كان بها مشكلة وهي الصمامات و أسطوانة التغذية. أسطوانة التغذية خلال فترة متابعة الصاروخ الكتف للطائرة معك 60 ثانية يعني دقيقة، وإذا خلصت هذه التغذية يجب أن تستبدل مرة أخرى وتتابع من جديد. هذه القارورة واجه جيش الإسلام مشكلة، وعلى ما يبدو أنه تم الحصول عليها من روسيا الشرقية أو من أوروبا الشرقية. نعم. والآن بحوزتهم كمية كبيرة من هذه الصواريخ، وأنت تعلم أن السيخوي مثلا لا تستطيع أن ترمي آليا إلا على 5 كيلو، إذن يجب أن تنخفض إلى كيلو. فكانت هذه الفرصة بعد أن دربوا جيش الإسلام أنهم قاموا بإطلاق صواريخ الكتف. يعني جيش الإسلام لديه مجموعة من صواريخ الكتف سابقا، ولكن كان ينقصها الصمامات وكتلة التغذية، حصلوا عليها ولكن لا نعرف من أين حصلوا عليها، أو لا نريد أن يعني أن نشيع على وسائل الإعلام للمكتومية العالية بهذا الموضوع. وبالتالي ستجد أن هنالك المزيد من الطائرات سيتم إسقاطها، وخاصة أن طيران النظام لا يستطيع مواجهة أي وسيلة من وسائل الدفاع الجوي، هو غير محصن لكي سواء كان مجنح أو مروحي، غير محصن من هذه الصواريخ مع العلم أنها روسية الأصل. طيب أستاذ هشام، لماذا الأربع طائرات التي سقطت فوق مناطق تواجد جيش الإسلام؟ هذا السؤال يعني لأن البعض ربط بين يعني حصول جيش الإسلام على صواريخ مضادة للطائرات وبين يعني تأكيد وبين نفي. هو تم إطلاق حوالي 8 من هذه الصواريخ التي أصابت منها هذه الصواريخ التي تفضلت بها. هم في هنالك فصيل دفاع جوي للكتف تم تدريبه وبقوا حوالي 2 إلى 3 شهور لتدريبه في منطقة الغوطة الشرقية، وفعلا رموا عدة صواريخ منها واستطاعوا إصابة هذه الطائرات، لأن جيش الإسلام الفصيل فصيل الدفاع الجوي الموجود في مع جيش الإسلام هو متواجد في هذه المنطقة، وهو الذي قام بإسقاطها، وكان إسقاطها دون 3.5 كيلو. يعني للعلم هذا الصاروخ لا يستطيع أن يطير إلا 3 كيلو ونص فقط، وبعد ذلك لذلك لا ينصح بإطلاقه على الطائرات المغادرة لأنها لا يستطيع لحاقها. طيب كيف يمكن أن تؤثر يعني أو يؤثر سقوط هذا العدد الكبير، نتحدث خلال أسبوع فترة زمنية قصيرة 4 طائرات، على مجريات المعارك في الغوطة؟ النظام لديه 83 طائرة عندما كان قبل إسقاط هذه الطائرات. إذا تحقق فعلا سقوطها فيجب أن تعلم أنك تتكلم عن بداية عن الآن دخلت طائراته في السبعينات. هنالك 20 طائرة 21 طائرة من هذه الطائرات عليها قطع غيار نقص حاد، يعني يجب احضارها. كانوا بالبداية يحضرونها من العراق، لكن العراق الآن لا يستطيع إرسال شيء. الحرب 5 سنوات أكلت الأخضر واليابس في إيران وأيضا في العراق، لم يبقى قطع غيار. لماذا لا تحضر من روسيا؟ روسيا أصبحت تريد نقدا ثمن هذه القطع، لأن ديون النظام أصبحت أكبر من أن يدفعها، مع العلم أنه سلمها للبلد ولكنها تريد أكثر من ذلك لأنها تريد بالدولار. لكن هل يعقل أستاذ هشام يعني روسيا تتدخل في سوريا وتدفع مليارات الدولارات حتى الآن، لا يعني هل يعقل بأنها تطلب ثمن قطع غيار طائرة؟ ما هي يعني هي تدفع مليارات الدولارات من أجل تدخلها في سوريا. النظام تقدم لها أكثر من مرة لعمليات سنة. دعني أذكرك بشيء خطير الآن، هنالك في مطار حمال عسكري وهنالك مناورات واسعة النطاق سيتم إجراؤها ما بين سلاح البحرية وسلاح الجو الروسي والإسرائيلي. عندما أتى فريق لصيانة الطائرات الروسية وجد أن الطائرات الروسية لا تستطيع مواكبة الطائرات الإسرائيلية. الآن قاموا بترحيل كل سلاح الصيانة المتعلق بالسيخوي والمج الموجودة هناك من أجل أن تستطيع هذه الطائرات أن تواكب
الطائرات الإسرائيلية، لأن الطيران الإسرائيلي تتكلم عن الآي يعني تعديل F-15I، يعني تتكلم عن 7 أو 8 أجيال من التعديل، لذلك لا يوجد مقارنة ما بين السيخوي 35 التي يملكها الروس وهذه الطائرة، فما بالك إذا كان هذا النظام متهالك وهذا النظام لا يستطيع أن يمسك الأرض، وهذا النظام يعمل الآن ب 18% من قواته، وكان لديه 420 طائرة، الآن لم يبقى منها إلا 79 أو 78 طائرة، ونصفها لا يستطيع يعني الوقوف على قدميه من أجل أن يطير، وإذا طار فأنه لا يعود. لذلك الروس هم يطلبون الآن، هم في حالة إحباط. بالعام المنصرم قبل شهر سرب ديمستورا كلام، قال أن إيران لدي وثائق، هو يقول لدي وثائق، يعني سربها للسي آي إيه، وأنت تعلم هو يأتي بأمر من السي آي إيه لأنه يعود في واشنطن في النهاية. قال 35 مليار إيران زودت بها النظام حتى يقف على قدميه ولا يستطيع الوقوف على قدميه، وجلها من العراق. العراق الآن ملتزم بمليار دولار شهريا، هذا العراق البلد الذي يملك 211 مليار برميل نفط لا يستطيع أن يؤمن الإضاءة للمناطق الجنوبية التي تعتبر مناطق للشيعة في هذه المناطق، لا يستطيع أن يؤمنها. إذن هم يطلبون ثمن لهذه القطاع، ولكن بعض الطائرات وهن، وصابها الوهن، يعني لا تستطيع أن تطير بسبب التشقق، بسبب يعني العمر الزمن العلمي الصناعي لهذه الطائرة توقف. ومع ذلك النظام يريد أن يبقى ويدافع عن سوريا وعن شعب سوريا كما يقول، ولا يستطيع منهم أحد أن يتجرأ. وتحديت في يوم الأيام أحد من هؤلاء الشبيحة أن يقول أن اللاجئين في الزعتري هم لاجئين أم إرهابيين، فرفض الإجابة وانصرف من المقابلة، لأنه وبعد أن أعطانا خطبة الرنانة في أن هذا الرئيس يستمد سلطاته الدستورية من هذا الشعب. شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام خريسات، المحلل والخبير العسكري. مستمعينا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من زاوية حرجة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.